le محشش. السلام ومرحبا وكل عام وانتم حيين بلد خير وان شاء الله رمضان يتحدى احلى الايامات عليكم وان شاء الله ديما انتم فرحانين. ايا توا كان نجي ونشوفوا نحنا توا القضيه هي هي راهو نرجع نفس الحكايه ونفس الروايه ونفس الخرافه البارح قصه ميسيس هذه الحكايه قاعده تدور وترجع. توا كان نجي ونشوفوا من الناحيه العلميه هي حاجه تحير ومن الناحيه الحياتيه نلقاوها زادا وتحير. هذه حكايه العينين قالك تتسكر في النظام قبل شقها الفترة شي حير تولي تسلو يقول لك العينين مسكر العينين مسكر كيما نشلوما ذوكم عينين ولا اثنين يا أخي شي تتسكر العينين في رمضان يا حاج بلاش الأقل ولا ما مقبلها الأقل. شوفونا أخويا عبيت تفهمك يا جيبونا عبيت برا يا أخي انتم ما عندكمش عبيت تفهم في الحكاية دي شوفونا ونتناقش ونشوفوا الحكاية بتاع المور العينين دي يا أخي الشعب كامل يعيش عينيه مسكرة كيفاش كيفاش تملم ملي البطياج هذيك شنو تاكل بعضها كاين عينيه تتسكر في رمضان ما هذوك سيدو لا تاكل بعضها والحمايه المدنيه وش بعد الحمايه المدنيه ما وصلوش عينيه مسكرة شنو هي القضيه هي انا علاش بات ومصدومه نقول لا بتحرك عينيه مسكره ما يشلوش هيك جمله ما تبدلش المخ انا الحكايه هذيا عندنا شنو نقول يطلعشي حكايه رمضان عم ناول اللي صارت في الشام دي من تالا حكيت للعيني انت تذكر ها انا بدأت نخاف ذي احد تخوف ذي احد انا مش شوف 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 نبه عليهم شوف نبه عليهم يا اخي باسم الوحدة الوطنية وباسم البترول المدفون وباسم كل منظر وخفف يا اخي رخصوا لهم هذوما حماة الوطن وخليهم يفتروا في اشهر لفظية واختلع منهم ذي حكاية اخويا اختلع منها اختلع منها كرتوش الحي لا اختلع منه خويا كرتوش ميت مرحبا بيه كرتوش الحي خويا شيء ولا مش شيء حتى في معطي دارتن في حالة ما حسيتوا بخطر يا أخي يفتروا ما فيها بس وخيطوا ما فيها حتى مشكل وقيطوا على الرهاب الله يديه الله يديه الله يديه وإخويا وتصبحوا على خير وأنا كروش نحسبها بالدور هاي السلام عليكم المحشش